السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته يا إخواني أخواتي أصدقائي الأعزاء أينما كنتم، مرحبا بكم في قناة أنا جيت وأنا جيت وأنا جيت وأنا جيت. ديما كنجي وكنجيب لكم معايا الجديد خوتي أحبابي صحابي. كما كتشوفوا كنتواجدوا حاليا هنايا أمام البرج، ودايز من حدانا هنايا مشروع من المشاريع ديال كبير، مشروع كبير تي جي في اخواني اخواتي. عندك واحد المده وجيزه كتكون من كازا لطنجه. برج محمد السادس كيعتبر ثاني اطول برج في افريقيا، ثاني اطول برج في افريقيا تصح معلوماتكم، من بعد البرج الايقوني. كتبوا في اليوتيوب البرج الايقوني المصري غيخرج لكم، هو اطول منه. اذا اخواني اخواتي اصدقائي الاعزاء، هنا في هذه المنطقه غادي تشق لنا واحد الطريقه تخرج لنا ديريكت من هنايا، راه البلايك من عند دوك البلايك، وغادي تدوز من الجنب ديال البرج وغتخرج لنا ديريكت، ولي تخرج من النلسله الرومبوان ديال عين حواله، واللي كتهبط لنا المرجان وكتدخل لنا للمدينه وكتبدل لنا للدوليس. هذه هي الطريقه اخويا، غادي تجي من هنا غدير واحد القنطره من هنا من الفوق ان شاء الله الرحمن الرحيم، وغادي نمشي وان شاء الله راه نوريكم دابا الطريق فين وصلت. اخر مره كان خرج لينا الماء، ها هو كتشوفوه، شوف هاد الحريفي، خلي هاد البليصه فين وقفوا فيها الكوامي، شتوها هاد البليصه فين وقفوا فيها الكوامي، من بعد هذا يدقدقوا هاد القنج، بارك الله ما شاء الله. اذا اخواني اخواتي اصدقائي الاعزاء، الماء خرج لهم الماء، كاين هنايا مشكل ديال الماء، ولكن كاين هنا مهندسين اختصاصيين فاش في مجال الطرقات. شوف الماء شحال ديال الماء كيدير الدنيا هنايا، هذا كونكاسور بنت، شوف راه الكاياس كيدقدق هنايا، الله يسر لهم الامور. خوتي احبابي صحابي الا باقيين تعقلوا البارحه شنو قلت لكم على حساب الانتخابات، فرجعوا للفيديو، الفيديو اللي كنت درت لكم كتبت فيه كوهو في الهرهوره، داك ديال الكوهو في الهرهوره فاش هبطت لكم كانت سهر لكم لتحت، جيت ميرامار وقلت لكم بان هناك غيكون عقاب سياسي، لان كاع الشعب باغي يصوت ضد مجموعه، ضد حزب ضد حزب، ما ضد. وكان اخواني اخواتي الغرب، قلت لكم ودي راه غيتكلاس الغرب هو الاول ياك، وغيتبعوا دي غتبعوا لينا الديناف، وفعلا داكشي اللي كان تكلاص علينا الغرب هو الاول وتبعاتو الديناف. اذا غادي تكون واحد المجموعه ديال التحديات لهاد الغرب، لان القضيه غارقه في غيزه، وشوفوا كيفاش يخرجها، يا اما يخرجها يا اما يكمل عليها. ليسونسيال 5 سنين غادي تدوز بالزربه، وحنا ما عندنا ما يدار، حنا نبقاو مقابلين غير جاب لنا الله فاش نتلاو. اذا اخواني اخواتي اصدقائي الاعزاء، انا غنعاود لكم دابا كما كتشوفوا مشينا من هنايا وتحفرات هاد البلاصه كلها، شو انتوما هلا وهنايا، من بعد ما حفروا هاد البلاصه زادوا كيوسعوا، الا رديتوا البال شوف زادوا كيوسعوا. علاش؟ لان هذا غتصب عليه الشتا يقدر يهود، شتا غير دم، ها شوف راه غير دم، غير دم، ومازال خصهم يقادوه ويريقلوه، ومازال غادي يريقلوه وغادي يصوبوه ان شاء الله الرحمن الرحيم، وغادي تكومباكتو. شوف المهم نتوما غادي تتبعوه معانا الفيلم ديال هادشي. شو هاد الطريقة هي بدات كتبرى، بداو كيديروها الرومبلي ديالها من اللي بان ليكم، هما جايين. غنمشيو حتى اللي غنشوفو الدراري خدامين، كاين تما كاين مهندسين كاين تقنيين، وتحية البدر وتحية لجميع الناس اللي خدامين في هذا المشروع. هذا راه مشروع خصو دراسة ومراقبة يومية، علاش؟ لأنه جا في الناب، والخدمة ديال الناب كتختلف علينا، راه ماشي هي الخدمة اللي شفنا اللي هي في الخدمه اللي كانت عندنا في وادي كم، حيت نفس الشركه هاد الجينيرال غوتيغ الان جي او هي اللي خدمت لينا وادي كم. في وادي كم شنو كانوا كيكثر الكومباكتاج، الارض قاصحه ما كانش عندهم هذاك المشكل. مشي لكم من هنا ولا من هنا؟ مشي لكم من هنا. سمعتوني اخوتي، كانت الارض ما قاصحاش، اللي هي في وادي كم كانت الارض قاصحه هاكوك. نمشيو معاكم ونشوفوا مزيان شنو كاين هنايا. الله يرضي عليكم. اذا اخواني اخواتي اصدقائي الاعزاء، جاي معكم ان شاء الله الراس ليه ونشوفوا شنو كاين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد.
واحد القرعه، واحد القرعه هي قرعه من جات مع الردم. شو كي دايره هاد القرعه ديالتها يا اخوتي؟ شو فاطمه اللي يدير فاطمه ها هي وهيدي ها انتم اخويا خوتي واحد الكبوه ها هي الشوا. هاد الخيط هو باش كيديروا ليه الريقله. شو كيدير هذا ديال الريقله؟ كيكون في الصفار كيكون في الزرق، في الزرق هو اللي كيديروا به الريقله. شو ها هو شي دابا غادي تخرجوا منه الخيط ديال الريقله باش كيريقلوا به. هاكو اللي تنديو نعطيو للحريفيه ونقطعوا لهم 20 متر و20 متر و20 متر و20 متر ونفرقوا عليهم. انا دابا راه كاين اللي عنده سميتو ما عندوش الريقله، كتلف ليه كتلف، كتمشي ليه مع ما 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 كتمشي ليه مع الردم. هذه دابا راه جات مع الردم ما يقلبوا تما كاينه طلعت. الان انتم هما الدراري خدامين شفتو بارك الله ما شاء الله عليكم وصافي حرايفيه. كاين هنايا اخونا وحبيبنا حميد، حميد توفات ليه الوالده ديالته كنعزيو من هذا المنبر. خوتي راه راه ملي كيكون معاك شي واحد سمعتوني اخوتي راه ما كتحسش بالغياب ديالو حتى كيموت ليك، ما عاد كتحس بداك الفراغ ديالو. خصوصا كان عزيز عليك سمعتوني اخوتي، خصوصا كان عزيز عليك. دابا انا الاب ديالي راه كان بحال خويا حيت حنا ما مبعدينش في لاج تقريبا. الوالد كان تزوج على 18 على 20 عام صافي كان 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 ولدني. انا عندي دابا 50 عام في عمري، هو كانت عنده تقريبا شي ما كاملاش شي 70 عام ما كاملاش سمعتوني اخوتي. وكان بحال خويا ديما كنشدو في الوالده وتنضحكوا معها وداكشي. الموت ديالو جا على غفله الله يرحمه وخلاه فراغ يا اخونا اخواتي. اذا اخواني اخواتي الا عندكم شي والديكم طلعوا فيهم طلعوا فيهم طلعوا فيهم طلعوا فيهم. انا ما كنهضرش على ما هذوك اللي كيتسناو والديهم حتى يموتوا هذوك المساخط الوالدين سمعتوني. اذا اخواني اخواتي اصدقائي الاعزاء من هنا هي هذا المنظر من هنايا ها انتم شفتوا كاين المهندس بدر راهو تما كاينه، كاين ليكيب ديال ال بي دو زو شفتوهم. وكاين من هنا يا خوتي راه طلعوا مزيان في هذاك، طلعوا مزيان في هذاك في هذاك الرومبلي اللي داروا ديال الكاياس. ها انتم الترانات اخوتي من هنا ولاو يبانوا، بانوا لكم راه ما كانش كيبان، هو ولا كيبان من هنايا بارك الله ما شاء الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. والله اذا هما جابوا البومبات، شو البومبات اخوتي شو البومبات جابوا البومبات كوك. وكاين عندنا هنايا مول بوكلان ومول شارجور، شارجور راه هو اللي لتحت مشي يدفع ديك الطروبات اللي كانت منه يدفع من ليه شارجيها. واكوك امور شارجور دخل شارجور هو الحل. إذا الطريقة أخوتي غادي تخرج لنا من هنايا غادي نوريكم، غادي دير الرومبو غادي تطلع لينا مع الولجة وغتطلع لينا مع عنق الجمل وغنوريكم هذوك البلايص ديال عنق الجمل. وكاين عندنا تما كاينة الجهة ديال 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 عنق الجمل تما كاينة ترى هي نفس الشركة، هاد الشركة هي اللي كانت بنات لينا هذيك الطريق داكور أخوتي. إذا خديتو فكرة هانتوما كتشوفوا شنو كاين هانتوما أخوتي قضية
ريغلا فوالا. اذا اخواني اخواتي اصدقائي الاعزاء، خليتكم على خير، وما كاين غير الله الوطن الملك، وانا مشيت.